عم ولت قصة حب عائلة، حتى أولادي في الدار معناتها نحكيهم فلكم على أبسامي اللي حصلنا مثلا متاعنا، عبارة عن عائلة متاعهم. ما تنجمش مثلا تروح وما عنده وزوالك ما كلاوش، ولا تقوم الصباح تمشي تعمل حاجة أخرى وما نعرفش أي حاجة، تنجمش تمرض حتى تبدأ حاجة تدور في مخك، تنجمش تخليها. شو وصل مهر باش يمشي تم تسويق، يعدي 3 سنين عندك، عام في كرش أمه وعامين قدامك يجري. العامين الثلاث سنين هذوكم يلزمهم لهوة خاصة، هذوكم هما اللي باش يبنيوا له حياته كل. العام اللي في كرش أمه هذاك يلزمو يتغذى فيه مليح. العامين الآخرين يلزمهم العام الأولاني خاصة ومن بعد العام الثاني، باش ينجم هو كيما نقولوا فخطة طلوع وش يملى طلوعه، معناتها باش يطلع من بعد يكمل يعمل الكارير نتاعو في أي مجال، في المداومة ولا في السباقات معناتها الريس، باش ينجم يطلع حصان صحيح. الخاصية الأولانية اللي هو تحبوا الشباب أشب خير هو العربي الأصيل، وبعد المداومة تويك سباق القدرة والتحمل في العالم، أبطال هما العربي كلهم عربي أصيل، تنجم تربح كان بعربي أصيل أول حاجة. ثاني حاجة اللي هما تونسة عربي أصيل وأصل تونسي، هما أبطال العالم. ولا بعد المرحلة اللي في المزرعة هذيك معناتها نجيو هنا لقصر صعيد، ميدان قصر صعيد، ميدان تدريب، مرحلة أخرى مختلفة على المرحلة اللي فاتت، هذيك مرحلة وفاتت، وتوا ندخل في مرحلة اللي بشي للتدريب. يجي لقصر صعيد يتعطى المدرب خاص، ياخذ المهر صغير يعلمه ساعة من الأول كيفاش يتركب معناتها ويتعلم ويخرج ويدخل في التحضيرات للسباقات، ومن غاديك تصير كيما نقولوا السيليكسيون معناتها فين باهي ولا خايب، وربي وفقنا معناتها هنا حتى الى حد الان وين توصلوا لهنا ما تعرفش علاش باش يطلع، ثم تقريب معناتها نبداو نقربوا بالسلاله بالتكوين الجسماني تقول هذا باش يجي باهي، معناتها كله أقاويل كافر. الفيصل الوحيد هو الميدان بيست، يهبط في الميدان تعرش عليه وين يهزك، الحلم يبدا غاديكا.